السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعيني، يا أهلا وسهلا بيكم. النهاردة يا حبايبي إن شاء الله هنعمل البطاطس بطريقة جديدة جدا، إن شاء الله هتعجبكم. هنقليها بالمية. يعني إيه الكلام دوت؟ يعني هنعملها بطريقة جديدة، وهي دي سر القرمشة بتاعتها وسر بتاعت المحلات اللي بنلاقيها فريتس وفي منتهى الجمال. اول حاجه عندي حبيتين بطاطس او كيلو او كميه اللي انت هتعمليها، هتقشريها عادي جدا زي اي بطاطس بنقشرها. بعد كده هغسلها كويس بقى وارجع لكم ونشوف سر الخلطة وسر الآلية بالمية اللي هتبقى مقرمشة زي بتاعة المحلات. ودلوقتي اول خطوة في الخلطة بتاعتنا، هتجيبي اي كمية مناسبة للكمية اللي هتقليها من الدقيق، وهنحط عليها معلقة نشا او حسب برضو الكمية اللي هتقليها، وهنقلب كده النشا مع الدقيق، وهنحط بقى سر الخلطة بتاعتنا. بسم الله الرحمن الرحيم. هحط شوية كاري كده مناسبين بالشكل ده وهقلب، وهحط كمان معلقة كمون برضو حسب الكمية اللي هتقليها. تمام كده، سبع بهارات وشوية فلفل بالشكل ده زي ما احنا شايفين، وهقلب. دي كده الخلطة بتاعتنا بالشكل ده. بعد كده هبتدي اغلي في البطاطس بكمية، هحط حبة حبة عشان انا عايزة البطاطس دي تتغلف كويس جدا جدا. ودلوقتي بعد ما غلفت البطاطس بالشكل ده، اشيل بقى الخلطة بتاعتنا. عايزة اوريكم بس شكل البطاطس بعد التغليف بالشكل ده. اغسل بقى بعد ما غلفت البطاطس بالشكل الجميل اللي احنا شايفينه ده بالخلطة بتاعتنا، هجيب طبق في مية كده بالشكل ده. الطريقة دي روعة يا جماعة، روعة. هجيب طبق مية بالشكل ده ومصفى، اي مصفى عندك. تمام كده، وهحطها في طبق المية اهي، وهحط البطاطس بتاعتي فيها. بالشكل ده. طبعا انا مسخنة الزيت اهو بالشكل ده، ويلا بينا. هتبقى لونها ذهبي وجميلة، ويلا نقليها بقى. ودلوقتي بحط نقطة دقيق اختبر الزيت سخن ولا لأ. كده سخن جامد ممتاز جدا. بجيب بقى البطاطس اهي طلعتها من الميه بالشكل ده، شايفين اللون من قبل ما اقليها اللي هي من الخلطه اللي احنا عملناها، وابتدي احطها بالشكل ده. وده بيبقى سر قرمشة المحلات على فكرة، بتبقى معمولة في منتهى الجمال، لونها ذهبي وبيبقى كمان مقرمشة والعيال بتحبها. وكمان الشيبسي على فكرة، محلات الشيبسي بتعمل الطريقة دي في الشيبسي، علشان كده بنلاقيه مقرمش وجميل.
البطاطس بالشكل الجميل ده وبالطعم الكاري اللي احنا حطيناه في الخلطة بيبقى زي الشيبس بطعم الكاري برضو. فهي دي بتبقى سر الخلطة وسر القرمشة بتاعتها، فقلنا نعمله النهاردة لان الولاد فعلا بتحبها جدا بالطريقة دي. البطاطس كمان في الشتاء بنقليها نلاقيها طرية جدا، بالذات بطاطس الشتاء، فالطريقة دي هتخليها مقرمشة معاكي ومش هتطرى تاني. ما تنسونيش في اللايك لأجمل طريقة بطاطس ممكن تشوفيها. ودلوقتي البطاطس بتاعتنا خلصت، شايفين اللون والجمال؟ اسمعوا الصوت ده، بصوا مقرمشة ازاي، روعة. ما تنسينيش بقى في اللايك والاشتراك لو اول مرة بتشوفيني. لو عجبتك طريقة البطاطس بالمية اقليها بالمية ما تخافيش، اجمل بطاطس واحلى بطاطس مقرمشة زي ما احنا شايفين كده في منتهى الجمال. سامعين الصوت ده؟ بصوا حاجة في منتهى الجمال يا حبايبي. مع السلامة.